بقول لك ايه يابا، اخدت العربيه انت ابويا النهارده بالعافيه بعد ما صلحها، قلت له هروح لك عليها بقى وكده ونخرج بيها النهارده بالليل. يا ابن اللعيبه عملتها ازاي دي يابا؟ بقول لك ايه، النهارده هنركب لها فاميه يابا ونركب لها كساحه وشغل الاكزوست من ورا ليك، شغلته اصلا. طب تمام، بقول لك ايه، قول لي بقى كده على مكان مثلا اروح اظبطها فيه، افيمها، اركب لها كساحه اروح عليها. يابا سهله يابا، بقول لك ايه، احسن حد ممكن يظبط لك الدنيا دي زوان يابا اللي في باب 9، اطلع عليه وانا هخلص على طول هتلاقيني في ديلك. قشطه عليك يا زميكس، قول لي كده بطلع انا، ابعت لي لوكيشن. ماشي يا سنكس، سلام. الابلكيشن ايه يا عم؟ فاكر نفسك بالشارع على؟ ارجع. ايه يا عم استنى بالله بس كده، في ايه؟ انا راجع لك تبع الزمكس حد مالك؟ عم اسم الزمكس حاجه صاحبي، مش استرساكي كلمك وقال لك انت بقى كايزر؟ كايزر مشيها.